فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخافون من الناس أكثر مما يخافون من الله، وهذا الواقع هو هذا الواقع. شوف الناس شلون ترتعب إذا كانت تعلم أن هنالك عقابا شديدا أو بطشا من حكومة على خرق لقانون أو قرار، خاصة إذا كانت الحكومة حكومة باطشة ديكتاتورية مثلا كحكومة صدام مثلا، من هذا اللي يخالف القانون والقرار؟ يخاف جدا، يخاف، لكن من الله ما يخاف. القرارات القوانين الإلهية يخالفها مثل شرب الماء وكأن شيئا لم يكن. هذا شنو معنى؟ أنه يخاف من الناس، يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية. لماذا الآن حتى في أوساطنا الدينية نلمس هذه الظاهرة المقيتة أحيانا مع الأسف، الحالة المرضية هذه، أنه إذا كان في وسط مجتمع أو وسط جماعة تكره شخصية ما، هذه الجماعة تكره شخصية ما، فتلاقي هذا المتكلم الديني يحترس جدا من الثناء على هذه الشخصية أو الإشارة إليها بالمديح، خوفا من ردة فعل الناس، يخشاهم، يقول أنا شلون أتكلم عن هذه الشخصية بالمديح وأنا أعلم موقفهم الرافض لهذه الشخصية، إنهم يكرهون هذه الشخصية، بينهم بين هذه الشخصية ثار، وليكن صدام كذلك مثلا. يروح واحد تخيل أنه، أو ليش نقول صدام، نجيب مثل آخر، نجيب مثلا أبو لؤلؤة، مثلا أبو لؤلؤة النهاوندي رحمه الله قاتل الطاغية الثاني عمر بن الخطاب لعنه الله. الآن بالله عليك لو يذهب هنالك معمم شيعي في وسط بعض المخالفين الذين يعلم هو منهم أنهم يكرهون هذه الشخصية، يكرهون شخصية أبي لؤلؤة ويعتبرونه مجوسية وقاتلا وجانيا، فتجد هذا المعمم الشيعي مستحيل يترحم على أبي لؤلؤة، مع أنه مستحق للترحم، لأن الروايات الشريفة التي بين أيدينا ترحمت عليه، ذكرته بالرحمة، كيف لا وهو ممن اقتص للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام. هل يفعلها ذلك المعمم الشيعي؟ لا يفعلها إلا اللهم إذا كان من أهل العالم الأول وما أندر وأقل هؤلاء. طيب إذا سألنا ليش أنت ما فعلتها، يقول لا أنا أحترس، أحترس شلون أجيب اسم فلان أبو لؤلؤة وأنا أعلم أن الناس الذين أنا في أوساطهم لا يرضون، يكرهون هذه الشخصية. فإذا هذا الإنسان المعمم الشيعي خشي الناس، صحيح، هو نفسه تلقاه في موارد أخرى مستعد أن يأتي ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليش ما خشي الله؟ الله يرضى؟ الله يرضى أن واحد يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فاطمة الزهراء ترضى؟ رسول الله يرضى؟ أهل البيت يرضون؟ ما يرضى، شيء واضح هذا، إلا أن تخرج من التشيع.
لأنه إذا كنت شيعيا فأنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول: رضا فاطمة رضاي، غضبها غضبي. رضا فاطمة رضا الله، غضبها غضب الله. وإجماع الأمة أن فاطمة عليها السلام كانت غاضبة على أبي بكر وعمر، فإذا لازم ذلك أن الله ورسوله عليهما غاضبان، غاضبان على أبي بكر وعمر. فإذا ما يجوز واحد يترحم على أبي بكر أو يترضى عنه، أو واحد يترحم على عمر أو يترضى عنه، لا يجوز هذا. يجب أن تخشى الله، أنت هنا ترد على الله. لماذا لا يخشون الله ويخشون الناس؟ ما هو السبب؟ ضعف الإيمان واليقين، بل لا إيمان ولا يقين. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هو ما يترحم على أبي لؤلؤة لأنه يخشى الناس، لكنه يترحم على عمر لأنه لا يخشى الله، فهذا ممن يخشى الناس أشد من خشيته من الله.